الاتحاد العاصمه اليوم ايضا متفائل الفريق رغم الغيابات الكبيره. فقط اسف كابتن نصر الدين، نشاهد في تيفو جماهير ملعب 5 جويليا تيفو من تراس خاص جدا كالعاده، دائما تمتعنا وتتحفنا الجماهير الجزائريه في مثل هذا النوع من المباريات، صور رائعه جدا تاتينا من ملعب 5 جويليا بالجزائر، تقريبا من افضل الدخلات باللغه المغاربيه او التيفو بالنسبه للجزائر. نشاهد صور رائعه جدا من ملعب 5 جويليا من الجزائر، نتمنى ان تكون المباراه في مستوى ما تقوم به الجماهير الجزائريه في هذه المباراه. ونرجع لك كابتن نصر الدين. التيفو الاساسي مازال ما اي مازال 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 التيفو، قال لك مازال التيفو الاساسي، معناها نبقاو نديم. بالنسبة للاتحاد العاصمة، أول شيء نقولوا المسيرين طماطوا في بقاء المدرب القديم بوربوت على رأس الفريق، هذا كان خطأ كبير لأنه كانوا شايفين أن النتائج ما كانتش جاية، حتى قلنا في طريقة اللعب والخطة للمهاجم من طرف بوربوت كان هو في ذاته يبحث على خطة لاتحاد العاصمة. قلنا هذا خطا، اول خطا اللي تقول. بالنسبه للغيابات، لما نشوف التعداد غيابات كبيره، امير سعيود، مفتاح، مزيان، ممكن حمزاوي مش يكون على دكه الاحتياط، ولكن لما نشوف الليست تاع يعني تشكيلة الفريق، يعني 23 لاعب، هذه انه يعني الانتدابات او نقدر نقول الانتدابات هذا العام هذا ما كانش انتدابات كبيره. 4 لاعبين، أما إنه لا جناس، أنا نقول الشباب هو اللي راح يعطيك النتيجة أكثر من اللي بدأ يلحق ثلاثينيات في هذا الموسم. بالنسبة لمباراة اليوم، أنا نظن أنه مهمة جدا أكثر للاتحاد العاصمة. ليه؟ لأنه فيها فقط نشاهد في التيفو، وبعدين قال لك تيفو بالحارة. أو عارف كود بينتهم. قلت مهمة جدا أكثر للاتحاد العاصمة أكثر من مولودية العاصمة. ليه؟ لأنه أول شيء كان في تغيير في المدرب، ممكن حمدي راح استقرار في تشكيلة الفريق أول شيء، وثاني شيء أنه بول بوت كان كل خطرة يلعب بن خمسة مع شيتا، مع كل خطرة يبدل معه، وحنا نعرفوا أنه اتحاد العاصمة الوسط الميدان تاعها هو الأساس في الفريق، لما يلعب بن خمسة مع كودري دائما اتحاد العاصمة تسيبو كان فيه توازن في وسط الميدان. أنه هذا كابتن نصر الدين، تعادل 0-0، تعادل 0-0 بالنسبة لكابتن نصر الدين. إذا هذه توقعات الشوط الأول، نصر الدين 0-0. كابتن جمال يقول 1-0 لمصلحة المولدية، صور رائعة جدا. قلوا لزعل بوعلام لازم يكون حار، لازم يكون حار. صور جميلة جدا، نور الدين أيت علي معلق المباراة، صور رائعة تأتينا من ملعب 5 جويليا مباشرة. معك نور الدين للتعليق على مجريات ال 45 دقيقة الأولى، ثم نعود ما بين شوطي المباراة، تفضل زميلي العزيز. شكرا لك زميلي هيكل الشعري ولضيفيك الكريمين نصر الدين دريد وجمال الراشدي. جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائنات، ويا لوحة في سجل الخلود تموج بها الصور الحالمات، ويا للبطولات تغزو الدنا وتلهمها القيم الخالدات، أسطورة رددتها القرون فهاجت بأعماقنا الذكريات، ذكريات ديربي العاصمة بين المولودية والاتحاد. مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكأس الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. اليوم يوم المتعة تجري على مدرجات ملعب 5 جويليا، مباراتين اليوم سنتابعهما، مباراة على المدرجات ومباراة على أرضية الميدان. هذه المباراة يقودها الحكم الجزائري لطفي بوكواسا، والنيران تشعل في هذه اللحظات. الحكم الذي قلت يبلغ من العمر 30 سنة، ابن العاصمة الجزائرية، حكم يشتغل في قطاع التربية والتعليم. آخر مباراة قادها جمعت بين هلال أبيض وليوبولو الأنغولي، حكم دولي منذ سنة 2016. هذا أيضا مباراة تاريخية جمعت بين الجزائر وفلسطين، مباراة يتذكرها الجمهور الجزائري والجمهور العربي، وأيضا مباراة كان عندها صدى كبير جدا في كل العالم ليس فقط في الجزائر. نتمنى أن نتابع مباراة أكثر من رائعة هنا في ملعب 5 جويليا.